بسم الله الرحمن الرحيم. قف بالحمى واستنطق الآثار فيما القلوب الداميات حيارة. أكرم بعابدة وفاضلة إذا ذكر العقيلة في المحافل ثارة. أعزائي المشاهدين، نحييكم ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أعلام التقى. أعزائي المشاهدين، الحديث عن النساء، الحديث عن النصف الآخر، الحديث عن المرأة له أول وله بداية وليس له نهاية. في الحقيقة عندما نتعرض في الحديث عن المرأة نحتاج إلى حلقات وحلقات، لكننا في هذا اللقاء نتوقف على امرأة وعلى إنسانة ولا كل الناس. نتوقف على العقيلة، على بطلة كربلاء. وما أدراكم ما كربلاء؟ لقد استطاعت زينب عليها السلام أن تحفر اسمها في سجل التاريخ، في صفحات التاريخ. ونتساءل هنا، من هي زينب؟ وما هي المواصفات والكمالات التي تحلت بها هذه المرأة العظيمة؟ وهناك كمالات كثيرة نتوقف من خلالها في هذا اللقاء، ولكن يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا في هذا اللقاء في ذكرى ميلاد عقيلة الهاشميين بطلة كربلاء سماحة الشيخ محمد سعيد العرادي. فأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء، وأسعد الله أيامكم. حياك الله أبو عبد الله، أهلا ومرحبا بكم. حقيقة ما أكثر النساء في العالم، وما أكثر أيضا النساء في التاريخ الإسلامي اللواتي يضرب بهن المثل الأعلى. ولكن هناك نساء في الإسلام لا تضاهيهن أي أو أية امرأة في التاريخ، وهي السيدة العظيمة الجليلة مولاتنا زينب بنت أمير المؤمنين عليهم السلام. زينب، وما أدراكم زينب؟ شيخنا الفاضل، إذا وقفنا على هذه الشخصية العظيمة وعددنا هذه الكمالات التي تتحلى بها زينب عليها السلام لا نستطيع أن نجزها في هذا اللقاء. ولكن السؤال، ما هي الكمالات، ما هي المواصفات، ما هي الامتيازات التي تحلت بها هذه السيدة العظيمة زينب بنت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام؟ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عبد الله العزيز، عندنا حديث. نعم. والحديث ده حلو ولطيف ومعروف، ترى يتداولونه كثير من الناس. نعم. الحديث يقول خير الناس من نفع الناس. جميل. خير الناس من نفع الناس. إذا تبي تحدد قيمة إنسان أو شخصية، أو في طريقة أخرى، أنفع الناس خيرهم للناس. أكو هم شكرا. إذا تبي تحدد قيمة إنسان. نعم. أو شخصية إنسان، شوف مدى نفع ده الإنسان للآخرين، مدى عطائه للآخرين، مدى تضحيته للآخرين، قيمته تكمن في هذه التضحية وهذا العطاء للآخرين. أحيان مثلا عيسى ابن مريم شو يقول عنه؟ على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. هو يقول عن نفسه وجعلني مباركا أينما كنت. شو معناه مباركا؟ نعم. مباركا طال عمرك الإمام الصادق. نعم. يقول مباركا يعني أي نفاعا. نعم. شيل البقية، شيل. زين. وصدق نفاعا. أي نعم. يعني كان يعالج المرضى. صحيح. الأكمة، الأبرص، كله شافي. صحيح. يحيي الموتى، دي كلها منافع طبية إنسانية. قيمة الإنسان تحدد حسب مدى نفع للآخرين. جميل. مثلا أهل البيت سلام الله عليه. نعم. لما يتحدث عنهم القرآن شو يقول؟
يقول ويطعمون الطعام على حبه, على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. شنو نفل الآخرين؟ أسير يتيم, إنعاش المجتمع. نعم. وحالة الإيثار التضحية, وعلى حبه من الشلة يحبونه, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فإحنا لما نحدد كمال شخص معين لازم نحدده أكل عدة معايير, من أهمها هو مدى خدمته للآخرين ونفعه للآخرين. جميل. أربع نساء, أعطيك مثال كمقدمة لزينب سلام الله عليها. نعم. أربع نساء ذكرهم القرآن الكريم كان لهم دور كبير في تنشئة نبي ونموه وتربيته وتغذيته وبناء شخصيته في التاريخ. في التاريخ موسى عليه السلام. نعم. أربع نساء, أول شيء أمه, شو تقول الآية؟ وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه. نعم. الرضاع عليه دور. نعم. ما في خدمة هذا الرضاع. صحيح. خدمة. وتعرف من أحد الأمور اللي تغذي شخصية الإنسان في القضايا الأخلاقية هو الرضاع. نعم ما في شك. ولهذا عندنا في الحديث لا تسترضع الحمقاء. نعم. فإن اللبن معدي. الله. كثير من الناس. نعم. غبي. نعم. أحمق ما يفهم من أحد أسباب الحمق اللي فيه هو الرضاع. صحيح. واضح. لا تسترضع الحمقاء, هي الرضاع خدمة لأجل أخذ طفل مستحق. يقول فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. أوه. إذا خفت عليه فألقيه في اليم. شلون أذبه في البحر ولدي حبيبي نور عيني؟ وقفة وقفة. شلون أذبه في البحر؟ يبي لها تضحية. نعم. يبي لها تضحية. عدل ولا؟ والله يقول لها ترذبي ترى أنا موجود, ولا متكفل. تخافي. نعم. ولا تحزني, إنا رادوه عليك. مو بس رادوه طبيعي, وجاعلوه من المرسلين. الله 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 الله. مش طبيعي بالردة. صحيح. ذبي بالبحر. احنا بيغرق يا ربي؟ لا ما يغرق, البحر بيده. جميل. والله غالب على امره. نعم. بس بلها تضحيه, صجب بلها قلب. ولهذا واصبح فؤاد ام موسى فارغا. الله. يعني كل هم وهم هم هم وغم ما عندها الا ابنه. نعم. وكادت لتبدي به لولا ربطنا على قلبها. واضح. يبلها تضحيه. هذا امه واحد كانت. نعم. لها دور. هذا ام موسى. ام موسى. اثنين, امرأة فرعون. جميل. لما وصل الطفل آسيا كان يريد يريد يقتل فرعون. نعم. من اللي تدخل لإنقاذ حياة موسى؟ امرأة فرعون. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك, لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. شوف التدخل. الله. هذا امرأة في قصر فرعون ظالم تدخل على الخط تنقذ وليد وتقول شنو؟ قرة عين لي ولك. هذا مولد مع أنها صدرت الأوامر على قتل كل وليد وبررت عسى. نعم. عسى أن ينفعنا. نعم. أو نتخذه ولد. هذا موقف جدا حلو ولطيف. أنا أقول أنتوا بعض النساء يدخلون البرلمان. أنت وجودك في البرلمان خلي يكون نافع للناس. صحيح. يؤدي إلى خدمة الناس, إنعاش المستضعفين. مو بس تأخذون فلوس ترى الاثنين, حتى الرجال. حتى الرجال. بس ترى النسوان هني. يعني الان في ترى بقول لك شغله, ابو كثير من الامراء. نعم. والمسؤولين يقودهم نساء ترى. صحيح. من وراء الكواليس اللي يقرر المرأة, اللي يحرك والمرأة لها دور. المرأة. فانا اقول هني قيمة آسيا بنت مزاحم في. نعم. القضية دي قالت قرة عين لي ولك, لا تقتلوا. هذا التدخل شنو أدى إلى الحفاظ على حياة موسى. هذا يعني اثنين. نعم. المرأة الثالثة أخته. ها. أم موسى قالت لأخته. نعم. فقالت لأخته قصيه. يعني شنو قصيه؟ يعني صير مخابرات, صير جاهز أمن. قصي هذا حين راح في بيت فرعون في القصر الفرعوني, روحي دوريه طلعيه, هذه كلها خدمة الآخرين. نعم. وموش شلون أطلع هذا؟ هذا يبي له جهاز المخابرات قوي حتى يطلع. وين طلعه؟ بيت فرعون. إيه؟ قصر فرعون. هذا حتى اعظم وزير ما يدخل بيت فرعون. ما يدخل. ويدخل. صحيح. الغرف الداخليه. نعم. قصي فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. الله. وصلت روحها بطريقه او باخرى. زين. وقالت هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. نعم. ايش قد الدور عظيم ان أخت تدور عن أخوها. هذا إنقاذ. شوف الحركة. هي كلثم ولا من؟
ما أعرف اسمها. نعم. إيه المهم الدور إحنا همنا همش الدور. فراحت وراه فقصيه، هذا مو شيء بسيط. نعم. يعني مرة ممكن تتعلم نظام مخابراتي. صحيح. الصين ولا هذا الإسرائيليين يقولون من أعظم الأجهزة المخابرات عند إسرائيل. ترى مو سالفة بسيطة يعني من قصي هذه. نعم. تعرف إن دولة عندهم عمق في القضايا المخابراتية. يعني ولا امرأة ليست بسهلة. امرأة يعني. شنو قدرت تدخل إلى الوسط الفرعوني والقصر الفرعوني وتطلع هذا الولد. نعم. فهذه المرأة الثالثة. شوف كله إنقاذ. نعم. كله خدمات. المرأة الرابعة بنت شعيب. إيه؟ لما التقت مع موسى عند البئر مدين هو شاف أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان. هو بادر طبعا. نعم. قال ما خطبكما؟ شفت انت بنات مستضعفات، حاول تساعدهم خدمة. صحيح. شوف قيمته بالخدمة بالتضحية. ووجد من دونهم امرأتان تذودان فقال ما خطبكما؟ معني ما شأنكما؟ لأن كانوا مخدرات مسترات ما يحبون يختلطون مع الرجال الأجانب. نعم. فقالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما. شوف خدمة. صحيح. تضحية. فسقى لهما وتولى إلى الظل. سقى لهما لله. قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يعني ما تعطيني يا ربي من خير بعد أنا فقير إليك. بس قال الكلمة فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. شوف مشية المرأة ملؤها الحياة والعفة. قالت إن أبي. شوف ده دور للمرأة في شنو طلب ده تطلب من موسى أن يأتي. دور كل لخدمة موسى. إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وصل ش قالت لبنية لأبوها يا أبت استأجره. هذا مو خدمة. نعم. مو اقتراح حلو. صحيح. يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. الله الله. فورا الله. بعد شعيب رتب الأثر قال إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين. نعم. على أن تأجرني 8 حجج. إذن هذه نماذج أربعة. دي أربع نماذج كلها صبت وين؟ نعم. في الخدمة. في الخدمة والتضحية والعطاء واضح. للآخرين. فقيمة هؤلاء النساء بمقدار ما يقدمنا من خدمة. أحسنت. زينب سلام الله عليها. نعم. قيمتها هي لها عدة كمالات بأبي. نعم. وأمي. لكن قيمتها وين تكمن؟ في مدى حمايتها للآخرين، مدى مواساتها للآخرين. أنا راح أذكر لك عدة موارد قامت بها زينب سلام الله عليها وجدا رئيسية. منها حمايتها لزين العابدين سلام الله عليه من القتل. القتل مثل ما أمرت فرعون. نعم. قالت لا تقتلوه. نعم. وهذه أكبر تضحية. قاتل أنت تنقذ إنسان من قتل محتم. وأي إنسان نبي. أي نبي. نعم. والإمام زين العابدين سلام الله عليه لا يقل عن موسى. نعم. بل أفضل من موسى في عقائدنا. نعم. نعم. ما في شك. زين العابدين تعرض إلى القتل متى؟ نعم. من بعد ما أحرقت الخيام يوم عاشوراء. أكو قول عندهم لا تبقوا لأهل هذا البيت لا صغيرا ولا كبيرا المجرمين. نعم. نعم. فلما جو لزين العابدين أرادوا أن يقتلوه لكن زينب حالت دون ذلك. فحمد زين العابدين. طبعا زين العابدين كان يريد يخرج لنصرة الحسين يوم عاشوراء. نعم. لما سمع استغاثات الحسين. نعم. ألا من الناصر ينصرنا ألا من المعين يعيننا. فتقدم بأبي وأمي زين العابدين يتكع على عصا فقال للإمام الحسين يا أم كلثوم احبسي. ومن أحد كنا زينب أم كلثوم. نعم. احبسي لألا ينقطع نسل آل محمد. هذا لابد من وجوده حتى تستديم الرسالة. نعم. لابد من وجود إمام وإلا ساخت الأرض بأهلها. صحيح. صحيح. فلابد أن نحميه جدا. شوف الإمام منع من الخروج. نعم. فزينب سلام الله عليها عارضة فقط مداخلة. ايه؟ عندما ايه؟ قال الإمام الحسين ألا من ناصر ينصرنا. ايه؟ هي القضية مو بس في اللي موجودين سمعوا ناعية الحسين. اي نعم. يمكن القضية حتى إلى اليوم. اي طبعا. من سمع ناعية الحسين ولم يجبه. اي. فكأنه عاداه بذلك الوقت. اي نعم. اي نعم. انت نعم. تسمع الآن صرخات المظلومين. أحسن. الإمام ليش طلع لنصرة المظلوم؟ لاحظ شلون؟ والآن المظلومين في العالم كثيرين. وما أكثر المظلومين. لاحظ شلون؟ وأنت وظيف الإمام عليه السلام الله عليه وصل حسن والحسين. نعم. يقول لهم كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا.
واضح شلون؟ وهو فلسف خروجه بأبي وأمي. نعم. من أحد الأسباب التي خرج قال قول رسول الله صلى الله عليه وآله: من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان ولم يغير عليه بفعل أو قول كان حقا على الله أن يدخله مدخل. هذا نص عام تقدر تستفيد ما منه. ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا. طال عمرك أول شيء حمايتها لزين العابدين حالت دون قتله، وهذه جدا تضحية عظيمة. هذا وين؟ بعد الأحداث يوم عاشوراء مباشرة. هذا واحدة. وين بعد حمد زين العابدين؟ في مجلس ابن زياد لما صار حوار بين ابن زياد وبين علي بن الحسين زين العابدين سلام الله عليه، لما سأل هذا من؟ قالوا له هذا علي. قال أوليس الله، ابن زياد يقول أوليس الله قد قتل عليا اذبح على الله ماكو. فقال لزين العابدين إن الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها وإنما قتله الناس. فغضب زين ابن زياد وقال له أولك جرى على رد جوابي، فأمر بقتله. فقامت زينب سلام الله عليه وقالت لابن زياد: لقد قتلت كهلي واشتثثت أصلي، فهل اشتفيت؟ فحالت دون قتله، ألقت بنفسها بأبي وأمي على زين العابدين وقالت: إن أردت قتله فاقتلني قبله. فقال: وعجبا للرحم. هذه تضحية، هذه من أكبر الكمالات لزين. شوف مواساته، حمايتها لزين العابدين. هذا اثنين. ثلاثة، تفقدها للأطفال بأبي وأمي. ليلة 11 محرم افتقدت فاطمة بنت الحسين طفلة صغيرة. شوف احنا عندنا روايات تأكد يعني بحماية الضعيفين، المرأة والطفل. الطفل هذا الخمس سنوات الأولى من حياته تشكل شخصيته في المستقبل. لازم يعيش الطفل في الخمس سنوات الأولى، هذا ثبت في علم النفس، لازم يعيش هدوء نفسي، أموره موفرة، بعيد عن الصراعات، بعيد عن الصراعات، لا يعيش عقد نفسية، أبوه وأمه لا يتحركون قدامه، لا يصير طلاق، لأن الطلاق وايد لآثار مدمرة على الأطفال. صحيح. والصلح خير، وأمور قضية كثيرة. الطفل ده يجب أن يراعى حقيقي. فافتقدت هي كانت مسؤولة. والإمام حسين طلع 250 فرد عنده من المدينة، 80 قتلوا زين تقريبا، والباقي تقريبا 170 شخص بقوا. هذا كله تحت كفالة زينب وإدارة زينب. ومن هنا تعرف أنت مدى قوة الإدارة عند زينب سلام الله عليه، يعني مديرة مدبرة. وليس بغريب يعني أنت طال عمرك مو قضية بس صبر على المصائب، لا يكون عندها قوة إدارة أفراد دولة، تلاحظ يبي لهم إدارة. فافتقدت الطفلة، فوين سألت عنها في ذلك الليل البهيم؟ فقيل لها: لعلها عند جسد المولى أبي عبد الله عليه السلام. وفعلا راحت ورأت الطفلة الصغيرة عند جسد الحسين. وماذا تقول الطفلة؟ أبي من الذي حز وريديك؟ الله الله، من الله الذي أيتمني على صغر سني؟ المهم واستها ورجعته هذه الطفلة. فسألت عن الرباب، وكان طفلها عبد الله الرضيع قد قتل بأبي وأمي. فسألت عن الرباب فحصلتها عند الطفل زين. فقالت لي: أنت أنا أبحث عنك، وين أنت؟ قالت: ثدياي دورتا علي. الله الله زين، والآن أريد أسقي طفلي الحليب. فشوف ده التفقد لدوره. طال عمرك يوم العاشر من بعد الظهر حرقة والخيام. حرق الخيام ايش سوى؟ خلى بنات رسول الله يفرون في البيداء. زين، ايش سوت زينب؟ اذا تلاحظ الروايه، شوف العطاء، الروايه شو تقول؟ تقول: جاء رجل الى هؤلاء النساء، فاطمه بنت الحسين تحدث، تقول: رايت رجلا يسوق النساء بكعب رمحه وهن شنو يلذن بعضهن ببعض. لاحظ العبارة، إيش معنات يلذن؟ إيش معنات يلذن بعضهن؟ يلتجئن. أحسنتم. من اللي كان ينظم عملية الالتجاء دي؟ زينب سلام الله عليه. الله الله. شلون؟
فزينب سلام الله عليها في الحقيقة هي من أحد الكمالات التي تتميز بها إنقاذها لزين العابدين من قتل، المواساة، التفقد. علاوة على ذلك كان يعطى لها الخبز بأبي وأمي، في اليوم والليلة كل واحد يعطونه خبز أثناء مسيرتهم من الكوفة، من كربلاء إلى الكوفة وإلى الشام. شقد يعطونهم أكل ما عندهم، كانوا يعانون من الجوع. فهي بأبي وأمي كانت شنو يعطوها الخبز وتوزع الخبز مالها على الأطفال. الله. يعني تفكر بالطفل، شوف دي المواساة. يكفي شيخنا أن تكون زينب شريكة الحسين في ثورته، في نهضته، في قيامه في كربلاء. شيخنا هذا لا يختلف عليه اثنان، قضية دور زينب والمكانة والدور الذي قامت به العقيلة. ولكن نحن نريد الفائدة، نريد الاستفادة، نريد النتيجة، نريد من هذا كله ماذا نستفيد من زينب. لطيف. اليوم لطيف. الأجيال تبحث عن قدوة، تبحث عن أسوة، ويفتقرنا إلى هذه القدوة والأسوة. والطامة الكبرى شيخنا العزيز وأنت أدرى، اليوم المرأة المسلمة قدوتها الغرب وللأسف، وهذه حقيقة. ما نقول كلهم، جل النساء يبحثن عن الموضات وعن الصرخات الأخيرة والآخرة، يبحثن عن أي شيء، ويعتبرن المرأة الغربية هي القدوة والأسوة. نعم. في حين أن الإسلام وضع أمثلة وقدوات وأسوة وأسوات، ما أكثر الأسوات في الإسلام من النساء. السؤال، كيف نستفيد نحن المسلمات من زينب عليها السلام؟ سلام الله عليها. أنا في الحقيقة أكو عندي نقطتين جدا مهمات في حياة زينب. وهذه ممكن لنسائنا الله يحفظهم أن يضعوها في عين الاعتبار النقطتين. أولا، وعبد الله الإمام عليه السلام الله عليه يقول الدنيا دار بالبلاء محفوفة، ما في شك، وبالغدر معروف، معلوم، والحياة دار بلاء. والله يبلين في أموالنا وفي أولادنا، في أزواجنا، الحياة دار بلاء. وزينب أحيطت بالبلاء من كل حدب وصوب. العبارة الشهيرة، وزادت الأم على وزادت البنت، البنت على، على أمها، على أمها. فهي أم المصائب. نعم. لاحظ شلون؟ وحقيقة ابتليت ببلاءات عظيمة، يعني من صغرها زين، من صغرها يعني شهادة الزهراء سلام الله عليها. نعم. شهادة أمير المؤمنين. قبلها الجد رسول الله. إيه أحسنتم، بارك الله فيكم. وكذلك الإمام الحسن. إيه الإمام الحسين. وتعال حسين عاد تفاصيل. حدث ولا حرج. إيه. رأت قتل الحسين بتلك الصورة الشنيعة. نعم. وحرق الخيام والسبي. لا يا ريت هذا الرجل اللي قلت لك عن الرواية اللي تحدث فاطمة الحسين، رأيت رجلا تقول يسوق النساء بكع برمحه، وشنو؟ وقد أخذ ما عليهن من أخمرة وأسورة. سلب. أي سلب. وكان يأتي الرجل إلى، في رواية يأتي إلى أم كلثوم، أكو عندها أخت زينب بعد اسمها أم كلثوم، أقول جاء هي تحدث، رأيت رجلا جاء إلى أم كلثوم وقد خرق إذنها. الله الله الله. واستلب قرطها. الله الله الله. وأخذ نفس الرجل ده قام يلاحق بعد فاطمة بنت الحسين، فأخذت تركض 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 إلى أن وقعت على الأرض مغمى عليها. لا إله. وجاءت زينب وبعدين على رأس الطفلة قامت يعني تسليها. لا إله. فمصائب عظيمة جدا يعني حقيقة، حرق الخيام، الضرب. كان إذا بكت إحداهن وإذا الصوت يتلوى على أكتافهن. نعم. وثواكل يشجي الغيور حنينها. الله الله. لو ثم ما بين العداد غيور. غيور صحيح. كم حرة لما أحاط بها العدا هربت
تخف العدو وهي وقور. الله 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 الله. السيد جعفر الحلي رحمة صحيح. الله عليك. طيب. أقول ما لاحظت عين الهلال خيالها والشهب تخطف دونها وتغور. صحيح. بيجيب هذا البيت بعدين. نعم. بشكل حلو. المهم قصدي شنو؟ من كل هالمصائب اللي شافتها، لكن شلون نظرت لها؟ نظرة إيجابية. من أحد الدروس اللي نتعلمها من زينب هي النظرة الإيجابية للأمور. نعم. يعني شافت قتل حسين، لكن اجت قالت اللهم تقبل منا هذا القربان. خلني ادخل مباشره. لا بس اللحظه، خلنا كم رحم الله عليك. يعني هي لما تجي تقول اللهم تقبل منا، نظره ايجابيه للامور. صحيح. هذا الخير فيما وقع للصالح. مثلا لما اجت لمجلس ابن زياد شنو قال لها؟ ما رايت صنع الله باخيك. جميل. والمرد من اهل بيتك. شوف يعني يستهزئ وكذا. قالت ما رأيت إلا جميلا الله. هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل والقتال فبرزوا إلى مضاجعهم وسوف يجمع الله بينك وبينهم تحاج وتخاصم ثكلتك أمك يا ابن مرجانة. شوف هم القوة. أنا هني بتحدث عن هالقوة. بس خلنا كم رحمة الله عليك. نعم. نظرتها بشكل إيجابي للأمور. نعم. ما رأيت إلا جميلا. هذا مورد. المورد الثاني الثالث. نعم. رأت زين العابدين وهو يجود بنفسه، لما زين العابدين مروا بهن على الأجساد المطرحة لما طلعوا من كربلاء، فزين العابدين كان على الناقة، فلما رأى إلى جسد الحسين بتلك الهيئة، جثة بلا رأس، منخمد الأنفاس، عار اللباس، يعني حقيقة مصيبة، فأخذ يجود بنفسه كأنه يريد يموت. فإجت قالت له، قالت له يا ابن أخي هذا عهد من الله، ميثاق من الله، إلى آخر كلمة. تبقى الأخير شنو قالت؟ وليشتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلالة على أن يدرسوا أثر الحسين فلا يزيد إلا علوة. هذه نظرة إيجابية. نعم. طيب. أي. مهما حاولنا رغم أننا أي. في ميلاد أننا نميل صوب المصيبة. أي. هذا شيء طبيعي. أي نعم. لأن هذه حياة أهل البيت عليه. ما نعم. منا إلا مقتول. أي. أو مسموم. أي. ولكن خلنا نتلمس جعنا يعني في هالخمس دقائق القادمة. أي. الأخيرة. أي. نتلمس لماذا يعزفنا يعرضنا يبتعدنا. أي. النساء عن زينب وفاطمة وأهل البيت في اتخاذهن قدوة، لماذا؟ أي. ما السبب برأيك؟ يعني الآن عندنا التاجر يبي يبيع بضاعته. خلنا نخليها عفوية هكذا. يبي التاجر يبيع بضاعته. عادة ماذا يفعل؟ يعرض أفضل ما عنده من بضاعة. حتى يجذب الزبائن إلى بضاعته. هل عندنا قصور في عرض تاريخ وعلوم ومكانة ومنزلة أهل البيت؟ نحن أنا بقول لك شغلة أبو عبد الله. بيجيب لك حديث. نعم. وده الحديث يعني على قولتنا زهبة. تعرف الزهبة يعني جاهز. إيه لا مو بس جاهز، واضح يعني كذي سم. أي. يعني لا يقولون مباشر السهم كذي يعني قوي. نعم. الحديث يقول عن النبي صلى الله عليه وآله يقول صنفان من أمتي إذا صلح صلح العالم كله. نعم. وإذا فسد فسد العالم كله، العلماء. صحيح. والأمراء. صحيح. كل إعراض عن الدين هو بسبب هالاثنين. هذا حديث. أي علماء وأمراء. طبعا إحنا ما نتحلم سياسة. لا حديث هذا حديث. نص قاعد يقول لك ناس. أي نور عيني خرف شفتي. لطيف. فكلت العالم ما يقوم دوره، الأمير هم ما يقوم دوره، فوضى. يصير فوضى. لو العالم يقوم بدوره في نشر العلم بالطريق الصحيح والعلم الصحيح النابع من أهل البيت، ما حد يبقى جاهل في المجتمع. لطيف. واضح. وإذا الأمير قام بدوره في توزيع الثروة بطريقة عادلة وتوزيع المناصب بشكل صحيح وعادل، ما بقى فقير في المجتمع. أو يقوم هذا الجهل الموجود عند النساء هو اللي يخليهم ما يقتدون. تعالج الجهل. الجهل الإمام علي سلام الله عليه يقول الجهل رأس الشر كله. صحيح. والعلم رأس الخير كله. زين من اللي يعطي العلم؟ العالم.
عدل الموعد، ولازم يعطيه بطريقة طيبة وراقية وحكيم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة والموعظة الحسنة وجادله. فإحنا عندنا تقصير كبير في الإعلام، المناهج الدراسية، المناهج التعليمية، يعني هذا تاريخ أهل البيت ما يدرس في جامعاتنا، فشلون تبي بناتنا يتعلموا بصراحة؟ بصراحة نحن نحترم خنساء، هيفاء، مدري إيش، أي مرأة فاضلة نحترمها، لكن هل يفضل في العالم كفضل أهل البيت؟ لا طبعا. بأدلة النصوص؟ لا طبعا. وبعرض هذه النصوص نرجع في قضية مهمة. أي. يبدو أن زينب تحلت بمزايا وتفردت بقضايا وأصبحت القدوة والأسوة في هذه القضية التي سوف نطرحها الآن، وهي قضية الشجاعة والقوة. من أين استمدت العقيلة لطيف هذه الصفة التي يفتقر إليها المسلمون؟ أجاوب بالقرآن؟ جاوب بالقرآن بجاوب. نعم. وانت استنتج النتيجة. نعم. وبقول لك شلون صارت هي. نعم. على حسب الآية القرآنية بجاوبك. شو تقول في سورة المزمل؟ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. لا، كم الآيات؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. بعد شنو قال له؟ واصبر على ما يقولون. هذا الصبر متى قال له اصبر؟ من بعد قيام الليل. نعم. الأمر بالصبر، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. أول شيء أمر بقيام الليل، يا أيها المزمل المتلحف. نعم. قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك. من بعد ما تقوم الليل، هذا قيام الليل راح يشحنك، يشحذ العزيمة، عاد تقدر تصبر في النهار عليهم على الأعداء. واصبر على ما يقولون. بعدين قال له واصبر، يعني معطيات نتيجة. شو تقول الإمام علي يقول عنهم؟ نعم. رهبان في الليل. نعم. فرسان في النهار. فالفروسية في النهار من وين يت؟ نعم. من قيامهم في الليل. صلاة الليل تعطي قوة للإنسان، تربطه بالله. شوف زينب كانت تقوم الليل. أنا بودي أن نستكمل، إحنا شريطنا عادة نص ساعة، فإذا توقفنا أو مدينا راح يقيرون الشريط. المهم وراح نستكمل. كانت بأبي وأمي تقوم. نعم. الليل ما تترك صلاة الليل. نعم. هذه من سر قوتها. نعم. في صلاة الليل. إذا نستكمل إن شاء الله في حلقة قادمة عن زينب، ومهما قلنا عن زينب لن يكفي حلقة ولا حلقة. حياكم الله أعزائي المشاهدين، كنا في رحاب زينب، كنا في رحال أو في رحاب العقيلة بطلة كربلاء، ولكن باسمكم نتقدم لسماحة الشيخ محمد سعيد العرادي كل الشكر وكل التقدير على هذا التفضل والقبول. الله. نسأل الله أن نلتقي به في حلقات قادمة. إلى ذلك الموعد نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.